مش تكون عنده معلومه عنده فكره عن عندي شرحيات. بارك الله فيك، عندي يعني عروض جديده راح نقدمها، ماشي العرض المسرحي نلقى كل عام نعمل فيه، ولكن لما تشوفوا الكتابه النصوص وخاصه الطب راهي شويه ناقصه ماهيش كاينه، المسرح بصفه عامه راح ناقص ماهوش كاين ماهوش عارف كيفاش نعطيهم القيمه ما فهمناش واش هو السبب. زعما كان وقت نخرج احنا مع الاقلاعيات راح نقول لهم دي برودوي سيبوا مجهولين بالعروض المسرحيه لانهم ناقصين هذا الصوالح. ماذا بينا احنا لازم يكون فيه ترفيه ولازم تكون بحد ذاته في مخيمات، يعني معروف انه الشرف فيه التنس يعني في المنطقه الصحيه. في شحال نصيروا مخيمات تاعنا متنوع، عندنا احنا دائما كيما نقولوا زعما على حسب المناسبات وخارج المناسبات. مثلا العام اللي فات داروا مدير التجاره داروا حملات حساسيه ضد التسممات الغذائيه. احنا باش احنا قدمنا الميساج تركي يشوف كلون يعني مهرج يقدم له نصائح في ورقه يديها ولا ما يديهاش، يستلمها عند المهرج ويزيد يعطي الصوره من عنده. هذه بعض الصور يعني نشاطاتكم على مستوى الشواطئ يعني الشواطئ جزنا انا معلش حذروا من الشحنة الياغورت وانا علاش ستيتكم قلت لكم لازم نشطوا في المخيمات الصيفيه، لانه اغلب المخيمات الصيفيه هذو في المناطق الساحليه تستقطب ناس يعني كان في مناطق نائيه صحراويه بحاجه يعني مساكن لها العروض. هذه شريفه بالضبط نعيش نقولوا شيء بمصوالح كما كان شويه ما مشى وعندنا فرانك تنوع تاعنا في النشاط تاعنا متنوع مش غير في المسرح. نقدروا نديروا اعمال حساسيه معارض نديروا تكوينات للناس خاصة مصحة عاش ولا مثلا هذه عندنا ما شاء الله عندكم حتى توثيق يعني التوثيق عندكم صور وعروض مسرحية من الأثار الخاصة يعني النشاطات اللي تقوم بها أنا فاهمني كيف نقول زعما اللي يكون دائما عامل تنسيق كمدير التربية مدير البيئة شباب الرياضة عندنا ناس نسقوا معاهم باش يكون العمل تاعنا متميز. يعطيكم الصحة وجماعي في نفس الوقت. جماعي. يعطيكم الصحة على العمل اللي تقوموا به وانا راح نخليكم فرصة باش تعبروا عن طموحكم يعني كشباب هكا في المستقبل يعني خاصة في هذا الميدان ميدان مسرح العرائس. أول شيء نتمنى أنه مسرح الطفل ما يبقاش يعني في حساب ما رانا نشوف ماذا بينا يكون كما يكون العروض المسرحية بزاف خاصة الطفل وما ننساش النقطة الوحيدة وخاصة العروض المسرحية اللي تكون حول البيئة. هذه البيئة اللي نعيش فيها لازم نحافظوا عليها، لازم نبذلوا مجهود، لازم نغرسوا ثقافة بيئية للأطفال، وماذا بينا إن شاء الله بربي نشوفوا عروض مسرحية ممتازة تكون تناسب الطفل، بس كتابة النص راهي قليلة، راهي كما نقولوا احنا راه كاين اقتباس فقط وليس كتابة. لازم يكون حتى في إبداع. لازم يكون في إبداع، لازم يكون في أشياء، احنا رانا عندنا زوج عروض مسرحية ممكن راح نشاركوا في المهرجان الوطني هذه المرة، إن شاء الله. عرض مسرحي جديد العنوان تاعو الغيرة. يعني حواس الخمس كيفاش يتحكموا كيفاش الغيرة كيفاش تكون الغيرة للطفل. وعندنا عرض اخر تاع الحديقة حديقة الزهور كيفاش تدير حديقة الزهور كيفاش تكون الالوان اللي فيها والاشكال اللي فيها ومن بعد كيفاش تفسد وكاين طبعا في الطرقات ونهضر على البيئة ونقولوا نقولوا نتمنى اول شيء اللي نتمناه ونشكروا استاذ حميد يزوقي محمد رئيس الجمعية كثر خيره يعني ما خلى علينا حتى شيء. نعم زكريا نسمعك؟ طموحك كشاب يعني انا مدني صغير كيما يعني جاي كنقول الدنيا عندي بزاف اللي دخلت للدوما نقول بالك دخلت 5 اون عندي 5 سنين دخلت للدوما مع راني كبرت مع الناس في هذا التيرا يعني هما يعطوك تحتك بناس من هذا الدوما تقدر تدي من عندهم. الطموح تاعي ان شاء الله من القدام نزيدو نتحسنوا الامام ان شاء الله. ان شاء الله. ونتمنى النجاح للجميع ومشكورين كل من مشكورين انتم لكم لبيتوا الدعوه وحضرتوا معنا يعني فرحتونا وفرحتوا كل الاطفال يعني راهم يشوفوا فينا. الاطفال راهم في فتره توقف يعني غير اللي راهم يجوزوا يعني في الامتحانات نتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق على مستوى طبعا المتوسط. تقدروا تدونا عرض هكذا باش نمسك الختام لقائنا هذا عرض يعني باش تخيروا ما حاجه هكذا ماذا بينا ان توصلوا من خلاله رساله لكل Thank you.
في عالم البراءة، وعالم طبعا يحتاج للحماية ويحتاج